القضائية في مدينة توريت على هذا الحفل الرمضاني الذي كان طبعا لأول مرة هذا الحفل الذي كرم فيه بعض السادة القضاة والموظفين والعدول الذين انتقلوا من هذه المدينة. إنه لتشريف لهذه الدائرة القضائية، ونتمنى أن تكون هذه السنة الحامدة مستمرة كل سنة أن تقام، ولأن مدينة توريت تستحق كل هذه مدينة عريقة في التاريخ، محاكمها قديمة كما قلت، مراكز مثلا مركز العيون من أقدم المراكز في المغرب 1912 زودو 1914. إن هذه المدينة تستحق كل التقدير، ونشكر السادة القضاة والسادة المحامون على هذا الحفل البهيج والتكريم الذي كان في مستوى العالي. رحيم، هذه مبادرة طيبة، وإفطار بمناسبة إفطار جماعي بمدينة توريت نظمته طبعا أسرة العدالة بجميع مكوناتها بما في ذلك السادة القضاة، المحامون، العدول، المتقين، كتابة الضبط. هذا لقاء حقيقة نعتز به ونفتخر به. لماذا؟ لأنه يشكل إحدى المحطات الأساسية للاجتماع وللتواصل ولتوطيد العلاقات، وهذا لها من رمزية ما يكفي، خاصة وفي شهر رمضان المبارك. وأنا بصفتي نقيبية المحامين بوجدة أعتز وأفتخر وسعيد بهذه المحطة، والتي أتمنى أن تستمر لمدد وفي محطات مستقبلية إن شاء الله، سيما وأن مدينة توريت لما يربطني بها من علاقة وطيدة، وقد ترعرعت فيها كما قلت لكم سابقا، ترعرعت فيها مهنيا وقضيت فيها ما يفوق 24 سنة، مما أدى إلى نسج علاقات اجتماعية وإنسانية بهذه المدينة، وأنا أعتز بها دائما، وأتمنى لمثل هذه اللقاءات أن تتكرر. لماذا؟ لأنها تتغير أهداف وغايات إنسانية وغايات اجتماعية ومرفقية في نفس الوقت، لأنه حينما يجتمع جميع مكونات العدالة، جميع مكونات العدالة في إفطار جماعي وفي تلاحم وفي تناغم وفي تبادل الرؤى والأفكار، ويتوج هذا الإفطار بتكريم شخصيات وأناس كانت لهم أدوار مهمة بهذه المدينة، فنحن لا نزيد إلا اعتزازا بمثل هذه المحطات. وأشكر الجميع، أشكر اللجنة التنظيمية، أشكر ساكنة هذه المدينة، وشكرا جزيلا. المحكمة الابتدائية بتوريت أبت إلا أن تستمر على سنتها الحميدة في إحياء إفطارات جماعية بمناسبة الشهر الفضيل، فما كان إلا لأسرة العدالة بالمحكمة من قضاة وموظفين ومحامين وعدول وخبراء مفوضين قضائيين إلا أن اغتنموا هذه الفرصة، فرصة هذا الشهر الكريم، ليحيوا أواصر اللقاء والتواصل والأواصر التواصل واللقاءات التي تجمعنا خارج أسوار المحكمة، فكان تنظيم هذا الإفطار الجماعي ولله الحمد بحضور المسؤولين القضائيين وكذلك بحضور السيد عامر صاحب الجلالة، فكان ولله الحمد حسب إفادة الجميع ناجحاً.